بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية يسعدني أن أرحب بكم في موقع عمادة كلية التربية للدراسات الأولية والعليا الإلكترونية، والذي تم إنشاؤه ليكون وسيلة إرشاد ومساعدة وتواصل مع جميع المستفيدين والشركاء فيما يخص أعمال عمادة كلية التربية وإيضاح إجراءاتها وأنظمتها وخدماتها المتعددة. إن إيمان عمادة كلية التربية المتمثلة بعميدها الدكتور هاشم داخل حسين الدراجي بدوره الرئيسي يدفعها للسعي دائما لتحقيق شراكة حقيقية مع بقية الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها، وذلك من أجل إنجاح الدور المناط للجامعة في تطوير التعليم في جامعة ميسان والرقي بمستوى يماثل المستويات العالمية في الدول المتقدمة، وصولا لدعم مسيرة البحث العلمي والسعي نحو التحول مجتمع المعرفة وإعداد الخريجين بمؤهلات عالية تساعدهم في تأهيلهم ليكونوا صناعة للنهضة والتطوير. كما وتم إنشاء الموقع الرسمي لكلية التربية من أجل تقديم المعلومات الكاملة لطلبتنا الأعزاء، بالإضافة إلى الإجابة على جميع تساؤلاتهم الخاصة بهذا البرنامج. نقدم لكم المحاضرة الأولى الفيديوية لمادة علم النفس الرياضي من إعداد التدريسي حيدر عبد الحسن كريم في قسم العلوم التربوية والنفسية. نتطرق إلى تاريخ علم النفس الرياضي. نتكلم عن علم النفس الرياضي، علم النفس بشكل عام، أن جذور علم النفس هي جذور فلسفية بالأصل، فبعد أن انتقلت الفلسفة اليونانية إلى بقاع العالم في العصور الوسطى انقسم الفلاسفة إلى قسمين. القسم الأول اختص بدراسة الظواهر الروحانية وهم رجال الدين، والقسم الآخر اختص بدراسة الظواهر العقلية وهم الفلاسفة وعلماء النفس. وهؤلاء الفلاسفة أشاروا إلى اتجاه الحديث لانفصال علم النفس عن الإلهيات، حيث بدأ التأكيد على العقل بدل وتعد كتابات الأولى التي تمت بعلم النفس الرياضي إلى سنة 1801، حيث وجدت كتابات ألمانية تعنى وتهتم بدراسة نفسية اللاعب في كرة القدم. وفي سنة 1898 تجربة تيربيلت على لاعبي الدراجات، والتي أجريت بغرض دراسة الأداء الفردي والجماعي وتأثير الجمهور والمشاهدين على الأداء. وفي سنة 1901 ظهر كتاب جيسرنات الذي تطرق إلى بعض الأمور النفسية المختلفة والمتعلقة بكرة القدم أيضا. بعد ذلك انتقل إلى بقية بقاع العالم ومن أهمها الوطن العربي، حيث بداياته بال 1951 في معهد التربية الرياضية بالهرم على يد محمد حامد الأفندي، والذي درس في إنجلترا. وفي الستينيات من القرن العشرين ظهر تأثير جيل الرواد أمثال سعد جلال ومحمد حسن علاوي في عدد من الكتب، مثل علم النفس التربوي الرياضي في 1967 وعلم النفس في التدريب الرياضي في 1969. وفي سنة 1975 ظهر كتاب محمد حامد أفندي علم النفس الرياضي والأسس النفسية للتربية الرياضية. وتعد سنة 1967 البداية الحقيقية لعلم النفس الرياضي في مصر والمنطقة العربية، والتي أرسى قواعدها وأسسها محمد حسن علاوي بعد عودته من ألمانيا، وقام بتدريس أول مقرر في مرحلة البكالوريوس. هاي من ناحية دخولها للوطن العربي من بوابة مصر العربية. هنا نجي إلى مفهوم علم النفس الرياضي. يعتبر علم النفس الرياضي هو أحد فروع علم النفس التي تستهدف دراسة سلوك الشخص الرياضي ودراسة المؤثرات النفسية التي تؤثر على أدائها الرياضي، بالإضافة إلى دراسة العوامل التي تؤثر على النشاط الرياضي. ويعتبر الهدف من دراسة علم النفس الرياضي هي محاولة لاكتشاف العوامل التي تؤثر في شخصية الرياضية لتعزيز وتحسين الأداء الرياضي إلى الأفضل. دراسة علم النفس الرياضي تؤثر دراسة ومفهوم علم النفس الرياضي إلى رفع المستوى الرياضي عن طريق استغلال الطاقة الإضافية الموجودة داخل الإنسان
والتي لا تستغل إلا عند الضرورة، مما يؤدي إلى استغلال مستوى طاقة اللاعب بشكل أفضل. وبالنظر إلى علم النفس الرياضي كفرع من علوم الرياضة والتدريب، فمن المحتمل أن تتضمن بؤرة الدراسة محاولة وصف السلوك وتفسير والتنبؤ به في المواقف الرياضية. نأتي إلى مفهوم علم نفس الحركة، وجهة نظر شاملة لدراسة السلوك في الرياضة، حيث يعرف مارتينيز علم الحركة على أنه دراسة الحركة الإنسانية وخاصة النشاط البدني في كافة الأشكال والمجالات. وانطلاقا من هذا المفهوم الشامل، فعلم نفس الحركة علم النفس الرياضي والتعلم والضبط الحركي يتضمن دراسة الجوانب النفسية للحركة البشرية وتشمل الجوانب الأخرى، يعني تهتم بجميع الجوانب الفسيولوجية إلى آخره من الجوانب علم الحركة. جوانب علم نفس الحركة: فسيولوجيا علم الحركة وفسيولوجيا التدريب، الميكانيكية الحيوية في علم الحركة، الميكانيكية الحيوية في الرياضة، علم الحركة الاجتماعي وعلم الحركة الثقافي وعلم الاجتماع الرياضي، الحركة والنمو والنمو الحركي. فسيولوجيا علم الحركة النقطة الأولى وفسيولوجيا التدريب، هناك فرق الكثير ينظر إلى التربية الرياضية على أنها مجرد تدريب ولعب كرة قدم وتطوير مهارات حركية، ولكن بالعكس، التربية الرياضية تقسم إلى أربع مجالات. المجال الأول اللي هو يختص بالجوانب الإنسانية اللي هي التربية البدنية، اللي تشمل الاختصاصات الإنسانية مثل علم النفس الرياضي، طرائق التدريس، الفسيولوجيا، التسويق الرياضي، القانون الدولي اللي يختص في محكمة الكاس والبقية إلى آخره من الاختصاصات الإنسانية التي تمتد بالإرشاد النفسي وإلى الصحة النفسية وإلى آخره من الاختصاصات التي تختص في المجالات الإنسانية. فتعتبر التربية الرياضية من العلوم الغنية بالتخصصات. نجي إلى العلوم الرياضية. العلوم الرياضية اللي هي تختص مثلا عندنا هندسة السيارات، هندسة سيارات سباق، هندسة صناعة الألبسة الرياضية والمعدات الرياضية والأجهزة وتطويرها، عندنا الطب الرياضي بأنواعه، المساج الصيني، المساج الفيتنامي إلى آخره من الأنواع اللي تقوم بتطوير المهارات وتكون مرتبطة ارتباط دقيق في حياة الإنسان، البايوميكانيك. بعد ذلك نأتي إلى الاختصاص الثالث وهي الرياضة، اللي تختص في مجال التدريب واختصاصات الرياضة بأنواعها، الألعاب والتحكيم داخل الملاعب. نجي للاختصاص الرابع وهي السياحة، السياحة والشباب، وهي تهتم بجوانب الشباب، السياحة مثلا عندنا أمن الملاعب، عندنا الجمهور، توجيه الجمهور، استقبال الوفود السياحية في المجال الرياضي، تنظيم المحتفلات، تنظيم المحافل الدولية، يعني في هذه المجالات اللي تنطي صورة متميزة للبلد والتوجيه الاجتماعي داخل البلد. هذه الاختصاصات المتنوعة للتربية الرياضية، وكل قسم من هذه الأقسام يحتوي إلى كم هائل من الاختصاصات الإنسانية والعلمية والتربوية. هنا مفاهيم علم النفس الرياضي، ومن الصعوبة وضع تعريف دقيق لعلم النفس الرياضي، حيث تتعدد المنظورات وتتباين الأدوار، بما يفرض اتجاهات متعددة في التعريف، فتصنف فئة على أنه أحد فروع علم النفس العام، ويصنف آخرون بأنه أحد فروع الرياضة وعلم التدريب الرياضي، بينما فئة ثالثة تفرق بين علم النفس الرياضي الذي يولى اهتمامه باللاعبين وخصائصهم، وعلم نفس النشاط البدني الذي يتضمن كافة المجالات المرتبطة بالحركة. من هنا يعرف علم النفس الرياضي بأنه العلم الذي يدرس سلوك الفرد في الرياضة،
أو هو العلم الذي يهتم بدراسة الموضوعات النفسية المرتبطة بالنشاط الرياضي في مختلف المجالات ومستوياته، والبحث في الخصائص والسمات النفسية للشخص والتي تعد الأساس الذاتي للنشاط الرياضي من أجل تطوير هذا النشاط وإيجاد الحلول العملية المختلفة للمشاكل التي تواجهها. أو هو العلم الذي يهتم بدراسة الحركة للإنسان مرتبطا بالعلوم الرياضية مثل الفسيولوجيا الرياضية، البايوميكانيكا الرياضي، والتدريب الرياضي إلى آخره الاختصاصات. هنا الهدف من دراسة السلوك في الرياضة هو محاولة اكتشاف العوامل النفسية التي تؤثر على السلوك الرياضي، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، تأثير خبرة الممارسة الرياضية نفسها على جوانب شخصية الرياضي من ناحية الأمر الذي يسهم في تطوير الأداء الرياضي الأقصى وتنمية الشخصية. أهم المهارات النفسية التي يحتاجها الرياضي في التدريب الرياضي وهي التصور الذهني، 2 تنظيم الطاقة النفسية، 3 الأساليب مواجهة التوتر والتدريب على الاسترخاء، 4 بناء الأهداف. أسس الملاحظة والقياس والتجريب نضع أمامنا 3 أوجه رئيسية للسلوك وهي: أولاً اتجاه سلوك الفرد الرياضي، ثانياً كمية أو مقدار سلوك الفرد، ثالثاً الدقة للسلوك الصادر من الفرد الرياضي. أن المظاهر الثلاثة أعلاه لا يمكن فصلهما عن بعض باعتبار هذه المظاهر مظاهر مرتبطة واحد بالآخر، باعتبار أنه اتجاه سلوك الفرد الرياضي هو جزء من كمية أو مقدار السلوك للفرد. فاتجاه سلوك الفرد الرياضي يقصد به لماذا يسلك الفرد هذا السلوك، مثلا لاعب كرة القدم يحتفظ بالكرة بدلا من تمريرها أو العكس، هل يعزى هذا السلوك واتجاه إلى الحالة النفسية أم إلى القدرات والإمكانيات وتفسير ذلك السلوك؟ هل هو الرياضي عنده إمكانيات عالية وثقة عالية بالنفس أن تخلي يحتفظ بالكرة أكثر، أم هناك عوامل نفسية تأثر على شخصية الفرد الرياضي؟ أما المظهر الثاني يمثل كمية ومقدار السلوك، أي الدرجة والشدة مع الاستمرارية بالأداء. على سبيل المثال، عندنا بعض اللاعبين يكون تقديمه بالأندية المحلية عالي جدا، وهذا يعزو إلى الحوافز المادية، الحوافز المعنوية، استقرار اللاعب داخل الأندية، علاقته بزملائه، نفسيته داخل الملعب، تأثير الجمهور على سلوكياته. بينما تجده في المنتخب يكون مستواه أقل، وهنا كثير من اللاعبين يواجهون هاي المشاكل. من رواتهم ميسي في نادي برشلونة يكون أداء عالي جدا، ولما يذهب للمنتخب الأرجنتيني يكون أداء منخفض، وهناك تهجم من الجمهور بحيث يأثر على أداء النفسي ويكون عنده إرباك، وهاي مشكلة يعني يواجهونها الكثير من اللاعبين. أما المظهر الثالث والذي يمثل دقة السلوك الصادر من الفرد الرياضي، والذي يعبر عن الزمن الذي يستغرقه الفرد لصدور الاستجابة المطلوبة أي الصحيحة. مثال على ذلك، يعني عندنا كريستيانو رونالدو لاعب في أكثر من نادي ينتقل وهو نفس المستوى، مساره صحيح، إنجازاته غير متذبذبة مستقرة، لما يروح للمنتخب نفس الأداء. إذن هنا العوامل الخارجية ما بدأت تأثر به مثل ما أثرت في بعض اللاعبين. وتكمن أهمية علم النفس الرياضي في كل من: أولا التعرف على دوافع الإنجاز الرياضي وتطويره، التعرف على المعوقات والمشاكل الخاصة بالإنجاز الرياضي، 3 المساهمة في تطوير شخصية الرياضي، برمجة وتنظيم وتحديث التمارين والتدريب الرياضي، 5 وأخيرا معرفة الجوانب النفسية التي تجعل التحفيز للسباقات وتنفيذها ملبيا
لمتطلبات الإنجاز الرياضي. من خلال هذه الدراسة وهنا ندرس أهمية هذا العلم المهم اللي يؤدي إلى استخراج ما هو يخفى عن علماء التدريب، وهي السلوكيات الشخصية للرياضي اللي تطور أدائه. في حال التعرف على هاي النقاط الخمسة، هي من النقاط المهمة اللي تصل بالفرد إلى المستوى المطلوب. شكرا لمتابعتكم زملائي أخواني الطلبة. إن شاء الله هذا الفيديو الأول في مادة علم النفس الرياضي، وتليه محاضرات أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة.